انت بتسرق دول على فكره. بتبص على ورقي إيه؟ انت بتعرف تلعب بس يلا يا مغلوب. انا اللي مغلوب؟ تشرب ايه يا زفت رمزي؟ اه لا اديني بقى فرصه افكر يا دوله، انت فاجئتني جدا بالموضوع ده. وانا طالب ايدك، انا بقول لك تشرب ايه؟ ما انت عارف بقى دوله بقى. خلاص انا هتصرف. حته شاي وكوكتيل ليا. الطلب موجود يا استاذ عادل ومستني يسمع اسمه من الصبح. احلى كوكتيل لرمزي واحلى شاي لاستاذ عادل. ربنا يخليك يا رب. يد انا اللي طالب الكوكتيل وانت الشاي. ايه الطلب الغريب على ودني ده؟ خد الدومنه دي. دلوقتي ما فيش حد عبرك النهارده ليه كده هو في القهوه ولا حد عبرك غير انا والزفت ده؟ يا استاذ عادل ده مشحولين ومطحونين من الصبح في مؤتمر المرشح اللي اسمه فيمي الفاهم ده. فيمي الفاهم؟ مش ده اللي كان محبوس قبل كده يالا؟ ما خرج يا استاذ عادل عقبال عندك وعملنا له مهرجان ما فيش صاحب الصاحب. يا بلد مهرجانات. يا نهار، انا مش فاهم الناس عارفين انه حرامي وكان محبوس وبينتخبوه ليه؟ يا عم خد بس اشرب الشاي ده هو بتاعك يا دوله وهد اعصابك. انا طالب كوكتيل. والله العظيم على قولك يا استاذ عادل، الناس ما بقتش عارفه مصلحتها فين. انت عارف مصلحتك فين يا رمزي؟ انا اساسا مش عارفني. عشان كده بقى البلد دي محتاجة حد يعرف مصلحة البلد ويعرف مصلحة الضرائب. صدر صح يا استاذ عادل، بس مين الشخص اللي يعرف مصلحة البلد ده؟ موجود. من الآخر يا سمولة، عايز ايه؟ عايز اشوف ابني ضنايا وريث الشرعي، ابني اللي ترجته من الدنيا شحدته بعد ما كل الدكاترة قالوا انت مش هتكلف يا سمولة، انت مش هتكلف يا سمولة. قلت لهم بتزعقوا ليه؟ وانا مش هخلف وبتزعقوا، وروحت قعدت ازعق فوق زعقهم، انا هخلف يا سمولة، انا هخلف يا سمولة. تعبت ذاكرت سهرت ونمت ندمت، ربنا رزقني بعنطورة. عنطورة يا ابن سمولة كان حتة لحمة حمرا كده. قلت لهم لا لا، لما يكبر كان نفسي يكبر ويسندني، يقفل باب الميكروباص، يفتح باب الميكروباص، يبوظ الميكروباص، اديله بالقلم واقول له يا ابن الكلب انا سارقه. وضحك ضحك من القلب يا عم عادل. انت فاكر يعني الكلام اللي انت بتقوله ده يعني هيأثر فيا يا ابني ولا يهز شعره مني؟ انت هزك هذا الكلام ده؟ لا يا دول، مفيش حاجه تهزت. هو في زلزال؟ زلزال ايه؟ امال انا ليه كنت مهزوز وانا بحكي؟ ده انا كنت هنموت يا عم عادل. ده انا امبارح بسمع اغنيه عدويه الصح تدحن بوه، ادي الواد لابوه رحت عملت كده. قلت له معاه فينه؟ ما حطوليش حاجه في ايدي يا عم عادل، كملوا الاغنيه، شيلوا الواد من الارض، الواد عطشان يسوق. ما تشيل الواد من الارض يا عم عادل. يعني انت اللي مقصر معاك كله انك انت بتسمع احمد عدويه الصح تدحن بوه؟ بلاش يا سيدي احمد عدويه، اسمع يا سيدي محمد منير مثلا قمرين. مش هسمع انا غير الواد ده ابني وبصم. وانا اتاكدت بنفسي، عملت تحليل ال سي دي، قالوا لي ابنك سموله، ده ابنك سموله. هم كلهم بيزعقوا لك ولا ايه؟ يا عم عادل انا عامل دلوقتي حساب العيش والملح اللي ما اكلتوش عندكم. ما اكلتوش عندنا؟ امال البط والفراخ واللحمه والحمام اللي انت طفحتهم دول ايه؟ ايه ده دول؟ هو انتوا عندكم الكائنات دي في البيت؟ وما قلتش. مش وقتك خالص، بص ما تهيفش الموقف. مهم واد مش هتشوف عنتر ولا هتقرب من البيت ولا تشوفه ولا تقرب له. بص يا عم عادل، انتوا كده جبتوا نهاية الخط معايا، انا للفردة الأخيرة بحذرك، انا عايز اشوف ابني. ابنك مش هتشوفه يا سمولة، مش هتشوفه يا سمولة. عايز تشوف الواد؟ رجع مراتك تاني، الاتنين مع بعض باكج يا سمولة. شوف يا عم رمزي. ايه؟ شوف انا ما غلطتش يا عم رمزي، بيغلط فيا. يا ابني انا غلطت في ايه دلوقتي؟ انت بتقول لي باكج. هو يا باكج دي شيمه يعني؟ ما انت مستغل بقى ان انا بقى جاهل ومش متعلم. لا يا عم عادل، انا طالع من سته ابتدائي بالضرب، كنت قافش في التخته كده وقالوا لي انت مش هتكمل يا سموله، مش هتكمل يا سموله. قلت لهم هكمل. يا سلام، ده انت كل الناس بتهزقك يا ابني. باكج دي مش دي الشيم هذا رمزي؟ لا شتيم. بص عليك ليه؟ ولا حته؟ على عيني يا استاذ عادل. حاضر. تعالى، انت بتعرف انجليزي؟ هات
ده قشرة عمر والسعاد الحمد لله الانجليزي ومصطفى الفرنساوي والسيكو العربي كل لهم حتى الاهواجي بس يا ابني انجليزي مش صيع اللي انت تعرفهم انجليزي لغه تعرف لغه السعاد دي اللغه الام استاذ عاد لا طبعا اعرف انجليزي اما كنت في السكول قطعت من كيش التوب طيب باكج جديد شتيمه قلت له باكج يا استاذ عادل ها ليه يا استاذ عادل كده طيب تغلط فيه الراجل كده يا استاذ عادل كده قدام الناس شتيمه صاحبي يلا يلا ده حته طب ما تترجمها بنجاح يا استاذ عادل بص اللي انت عايز تعمله اعمله شتيمه مش شتيمه اللي انت عايز تعمله اعمله ايه طلعت شتيمه طلعت شتيمه ايه طلعت شتيمه ماشي عايز تعمل ايه انا مش هسيبك يا عم عادل هتعمل ايه يا استنى بس يا دوله بقى انت ليه هتنرفز نفسك ده يتشتم ده هو ده حقه يتشتم يا باكج يا ابن الباكج ماشي يا رمزي ماشي اتحمي في استاذ عادل وفي القهوه اللي انت قاعد عليها بس انا بقى هصطادك في الموقف وانت بتلعب مع العيال الصبح واربطك في العربيه وافرغ في وشك الجاكمان لا بس صامولة من حقه برضه يشوف ابنه خفته ليه يا ده رمزي بس ده ابنه يعني في مقام ابن خالته والخال والد يا نهار اسوح يا ولا امشي يا امشي يا ده صامولة مش همش عم عادل انا عايز اقول لك حاجه قبل ما امشي انا القانون في صفي قانون رؤيه عندر في صفي والقانون هياخد مجراه ومجراه هياخد حقي وحقي هيجيلي وهيجيلي هاخده وهشوف عنتر شوف ابن صاحب الصاموله عنتر ابن صاموله وهثبت اللي على القانون عنتر ابن صاموله ايه يا عم عادل بقول لك هو الواد ده مجنون مجنون طبعا طب هو يقصد بقى عنتر ابن شندات جاي اهو على عيني حاضر انت العب هنا انا العب دي بتاعتي ودي بتاعتك حاضر استنى استنى الو الواد صامولة الواد صامولة اقول له ايه هات التليفون هات التليفون حاضر حاضر قفلت ليه انت بتقول لي هات التليفون هات التليفون مفتوح العب لك عقبال ما اتكلم لا التليفون. ما تلعبش العب لك لا مش هغش الو يا صامولة اخبارك ايه يا سيدي ما انا خدت الواد عنتر وطلعنا على الجنينه اللي في اول فيصل زي ما اتفقنا الواد يا سيدي قال لي عايز يروح الحديقه بتاعه الطفل اللي في مدينه نصر فاحنا دلوقتي في مدينه نصر في مدينه نصر تعال لنا على هناك يلا مستنيين سلام استنى استنى دول ايه في فايبريشن الو مين الواد صامولة الواد صامولة ما تقفلش ما تقفلش التليفون هات ماشي اهو اهو معايا بس بسرعة يا دولة بسرعة الو العب لك مش هغش الو يا صامولة لا اصل الواد ابنك قال لي انا عايز اكل حمصية وسمسمية حمصية وسمسمية اخدته على طنطا احنا دلوقتي في طنطا وهو قاعد بيقرمش فيها تعال لنا على طنطا دولة هو ايه ده؟ ده عسكري دول هو مفيش ضباط في الشطرنج؟ لا ضباط في الاسم بيعملوا ايه دول في الاسم؟ مستنيينك يا رمزي الو؟ يا صامولة لا لا انت ايه اللي وداك يا ابني طنطا يا ابني؟ لا احنا عم روحنا فالواد ابنك قال انا نفسي اكل سمك مكرونه فروحنا بقى ايه في الحلقه اللي هي بتاعت السمك اللي في اسكندريه احنا دلوقتي في نص الحلقة تعالى بقى بسرعة قبل ما الحلقة تخلص ده ايه ده دول ده الحصان عايز العب بقى دول كفاية لعب بقى النهاردة تعبنا تعبنا لعب النهاردة تيجي نلعب كرة برا يا صامولة ايه مالك يا ابني شكلك كأنك مضروب ليه يا ريتني اتضربت خدت بوكسين في وشي ولا دوخت ولا وقعت لما لف الكره الارضيه كلها ليه اسكندريه رحت اسوان رحت مرسى مطروح رحت ونزلت الميه ودورت على ابني غيرت 8 صفايح جاز وشربت 9 كنز وجبت علبتين سجاير واتفضل 2 جنيه جبت بيهم كراميلا خلصت انا عايز اشوف ابني بص بقى عايز تشوف ابنك هتشوفه بالمواصفات اللي احنا بنقول عليها في المكان اللي انا حدده لا انا هشوف ابني وهشوفه في الحته اللي انا عايزها
يا ابني ايه يا ابني ايه يا ابني الصوت اللي انت عامله ده؟ ايه الدوشه دي؟ ايه دول؟ ما انا لسه ناقص نقطه كده بشفطهم يعني. نقطه ايه يا ابني؟ ما الكوبايه خلصت اهي، هتعمل ايه بالنقطه دي يعني؟ ما تسيبها يا دول. هي دي مش بفلوس برضو يعني؟ ولا ارمي النعمه؟ ارمي يعني ونطلب تاني؟ على اساس الفلوس دي انت اللي دافعها يا ابني، وانت بتدفع حاجه من جيبك؟ ما انا اللي بدفع لك كل حاجه، بدفع لك اكلك وشربك وكل حاجه. وطي صوتك يا دول لحسن الواد حته يسمع يفضحني. على اساس حته مش عارف ان انا اللي بحاسب؟ امال مين اللي بيدفع له الفلوس؟ مش انا يا راجل يعني؟ هو عارف كده؟ هو غبي زيك؟ اه طبعا عارف. استنى بقى حس كده بقى يا ولا حته. ايه خد هنا. بقول لك ايه، شويه العصير دول صغنططين خالص يعني. هنقول لهم ايه يعني صغنططين يعني؟ ايوه مش دي بفلوسنا؟ روح بقى حط شويه ميه وشويه سكر وشويه عصير كده ما لهمش لازمه وهاتهم بقى. استاذ عادل عشان خاطر ربنا قول له يسكت بدل ما اكسر له كوبايه على دماغه. رمزي اتكسر قدامك يا دول؟ اه قدامي قدامي عادي جدا، انا هبقى فرحان جدا. خلاص بقى خلاص بقى اسكت بقى، سيب الكوبايه سيب الكوبايه سيبها هنا يا دول. ما دي ببلاش، ما دي كماله يا دول، زي الكشري كده اهو. نطلب كماله. هو انت بتطلب كماله كل مره؟ اه يا دول. يا ابني انت بتطلب كشري يا ابني مش كوكتيل. دول انا بقى انا زهقت بقى العب لوحدي كده اهو، كل ما يجي الدور عليك انا اللي اقعد العب الدور ده. انا مغلوب ثلاثه لغايه دلوقتي يا دول بقى العب بقى. انا مش عايز العب، انا قلت لك مش عايز العب من الاول، قلت لك مش عايز العب. انا مش فايق لك دلوقتي يا رمزي. يا حته تعال خد شيل الشطرنج ده. طب نجيب لعبه ثانيه هناك. مالك يا استاذ عادل مكشر ليه كده متجهم الوجه؟ في ايه يا عم؟ كل حوضه ولا حلال يا عم؟ حلال ايه بس؟ ده حكم رؤيا 24 ساعة في اليوم. اعمل ايه؟ اعمل ايه 24 ساعة في اليوم؟ 24 ساعة في اليوم؟ ده مبلغ يا استاذ عادل. وبعدين ده لمدة قد ايه طيب؟ ما اعرفش، بس ممكن يبقى لمدة يومين ولا حاجة. انا مش عارف استحمل اليومين دول ازاي، بالطول ولا بالعرض. يومين ايه يا استاذ عادل؟ انت فاهم غلط. ده انا الحوار ده كان حاصل مع بنت اختي، واتحكم لها برضه حكم رؤيا 24 ساعة في اليوم لمدة 10 سنين او الى ان يبلغ الطفل سن ال 18 او ايهما اقرب يعني. اقرب ايه و 18 سنه ايه؟ يعني انا هستحمل؟ ده انا مش عارف استحمل يومين، هستحمل 10 سنين؟ انت بتقول اي كلام، بتقول اي كلام، بتفتك خلاص. انا غلطان، انا بفطنك على القانون يا استاذ عادل. ما تفطنيش، يلا مش عايز منك حاجه. حته انت بتدخل نفسك ليه معانا اساسا؟ انا قاعد بتكلم مع واحد غبي، هيجي لي واحد اغبى منه؟ انا غلطان، انا غلطان. روح وهات كوكتيل اجري، امشي امشي. ما فيش كوكتيلات خلاص. دول الواد صمونه جه، الواد صمونه فلوس في البنك وقتل ناس قبل كده اهو اهو. سلام عليكم. يا صمونه يا ناقصك انت كمان ولا ايه؟ يا عادل ما ينفعش الكلام ده. هو بقى ده هو ده ده المعلم بفرده وده المعلم بنزيمه. يعني دول ايه؟ مين يعني؟ دول بقى اناتيمي في الموقف. اناتيمك؟ لمم الموقف كله يعني. مكشرين ليه؟ ما لقيتش حد تاني مش مكشر كده؟ مكشرين امال لو شفتهم وهم بياكلوا مكشر وبس. ده انا مش طايق نفسي، ده انا فاضل شويه واولع. لا بلاش انت بالذات يا بنزينه، بنزينه وتولع هتبقى مشكله كبيره. عليا الطلاق بالثلاثه من بيتي، انا لو ما جبت حقي النهارده هطبعها على دماغك. طب عليا الطلاق بالثلاثه من بيتك، لا تقعدوا تشربوا حاجة على حساب الراجل الطيب. عود 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 يا دي حتة طعم الكوكتيل هنا، يا دي حتة بسرعة. أولا عادل ما ينفعش ما ينفعش يتكلموا معاه بأسلوب وحش قدامك وقدام عم رمزي. حبيبي عم صمولة. إيه إحنا هنيجي نكسر ترابيزات ولا إيه؟ في إيه؟ في ايه يعني هيتكلموا باسلوب وحش؟ انت مدخلني اساسا في الموضوع ليه يعني يا صموله؟ لا 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 يا دوله لا، استنى بقى علشان انا كده يعني اسمي بقى جه في الرجلين يا دوله يعني. يا غبي يا غبي، انت اساسا طول عمرك اسمك في الرجلين لان انت جزمه على طول. انت بتدخل نفسك ليه؟ انا ناقصك، انا ناقصك، انا جزمه، انا جزمه. وبعدين انت لو اتدخلت اساسا هتتضرب علقه وترجع البازار تقعد تعيط وراجع من غير الكوتش بتاعك. ها فاكر لما رجعت بالجلابيه بتاعت الاطفال؟ بس خلاص 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 يا دول. يا رجاله انا ماليش اي كلمه طول ما الكبير بتاعي قاعد معايا، والكبير بتاعه دوله حبيبي ابن عمي اهو. خش عليهم يا دوله وطعم الكوكتيل يا حته. يعني عموما كل مشكله وليها حلال، على اساس انها مش ناقص يعني خير. وفي ايه يا صموله؟ ما تخش تتكلم، مين مضايقك فيهم؟ لا ايه ولا تيه.
دلوقتي المعلم فرده والمعلم بنزينه شايفين ان هم ليهم حق عندي. ايوه لينا حق. يرضيك يا استاذ عادل نبقى متفقين ان الكنبه الورانيه تشيل ثلاثه، هو الوحيد في الموقف كله يحملها اربعه. طيب ودي فيها ايه؟ انا مش شايف حاجه يعني، عادي ما دام موافقين ولا ايه؟ ده بيقول لك فيها ايه؟ يا سلام، ده كده نبقى بنغش قدام الزبون، يعني احنا نبقى متفقين ان انا اركبها ثلاثه هو يركبها اربعه. طب وفيها ايه؟ طب ما انتوا بتركبوا اتنين قدام وما فتحناش بقين. وبعدين يا عم رمزي، يا عم عادل، انا بيجي لي اربعه رفيعين يركبوا ورا، هم موافقين والكنبه موقفه، انا بقى اقف ضدهم يعني اقول لا؟ لا. تقول لا تقول ملناش فيه، احنا لينا حق عرب، عرب جراش الف مسكن جسر السويس مساكن مساكن. دول هو مين عرب ده؟ تقريبا ده اللي ما كان رافض يقعد رابع ورا تقريبا. اصبر اما نفهم. طيب عموما يعني كل مشكله وليها حلال يعني، وبعدين صراحه يعني الراجل ما غلطش في حاجه والراجل ده برضه ما غلطش في حاجه، فانتوا الاثنين ما غلطتوش. ولا احنا جايين لك ليه يعني؟ حقنا فين يا عم سمولة؟ بقول لك ايه؟ احنا حقنا لو ما جاش هنطربعها على دماغك. هادي في حق عن سمولة، هادي في حق عن سمولة. بعدين انا مش هينفع اتكلم، انا مش هينفع اتكلم في وجود عديلي، اتكلم عم عادل. انا انت بتدبسني يعني. ماشي بتصرف معاها يا رمزي. طب ودول ماله اصلا عم سمولة بقى؟ لا ليه يا عم رمزي ليك؟ اقول لك ليه يا عم عادل؟ ليه؟ علشان انت، انا المفروض دلوقتي معايا حكم رؤيه العنتر ابني اللي هو فهماك، وانا المفروض ابوه اللي هو فهماك، فانا المفروض ابقى فهماك عشان انا فهماك يا عم عادل. وبعدين القانون في صفي زي فيلم اوفياء وارانب، يعني هم اوفياء وارانب. ما بالك بالبني ادمين عديلي؟ ما تتكلم يا عم رامز. لا بقى لغايه اليوم ده خلاص. لا احنا لينا كبير، الكبير بتاعنا دول يا حبيبي، خش عليهم يا دول او خش علينا بالكوكتيل يا حته. بنزينة انت ديتك ايه؟ ده عروق كبريت ونولع فيه. واحد زف صح ولا ايه؟ صح. دول في حاجات ولا ايه يا فرده؟ مفيش حاجه يا معلم. وانت كمان ديتك ايه؟ ده هو مسمار ونفرقعك يا فرده. واحد واحد فرمل يا زوق. لا ده كده زطت قوي يا صاموله. زطت؟ انت بتقول لي انا زطت؟ على فكره بنزينة، انت لو قربت مني هولع الولاعة فوق وشك. ما هو قال كبير ما زال ولاعة. انا انت جملون، انا معاك. انت بتهددني يا عم سمولة؟ لا ده كده زطت قوي، ده كده حق عرب تاني، عرب جراش قلب مسكن 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 مسكن. هو قال لك حق عرب تاني. 5-1. يهبل انت بتزيد في اي حته، تعالى بتزيد في اي حته. دول هو عرب التاني ده غير عرب الاولاني؟ بقول لك ايه، ما تتفقش الموقف، احنا سخنين. يلا ارجع مكانك. ايه يا ابني الصوت اللي انت عامله ده؟ ما تشرب من غير دوشه. دول ما انا بصطاد المانجا يعني كده. ما هتصطاد، مش عايز صوت. طب اوطي الصوت، اغرزها كده واوطي. ايه ده، على اساس ايه انك انت بتسمعني اغاني يعني ولا ايه؟ خلاص يا دول اهو كده اهو احسن. ايوه. ولا من غير صوت ما تشربش. بص انا اساسا مشدود، سيبني لوحدي كده. دول هو المعلم فونتاس اللي هو صاحبك اللي جانا في البازار ده. ماشي، يعني ايه بقى فونتاس يعني؟ ما ليه ما سماش نفسه اي اسم تاني؟ فونتاس يا لا فونتا، عارف انت اللي هو الخزان بتاع المايه اللي فوق ده اللي بيبقى فوق السطح؟ ما ده اسمه فونتاس. طب هو ليه بقى المعلم فونتاس اتاخر؟ مش كان مديك ميعاد؟ مش عارف يا اخي، تحس كده ان المعلم فونتاس فص ملح ودافع. لا 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 مش حلو. خلاص اهو. مساء الخير يا شباب. يلا يا بابا، يلا يا حبيبي. انت يا مش قايل لك ما تعرفش حد مشجر كده؟ انت تستهبل يا دول. انا اول مره اشوف القميص ده اهو، انا كل اصحابي كلهم كرهات. عادل انت ما عرفتنيش ولا ايه؟ عادل؟ لا لا لا، احترم فرق السن اللي بيني وبينك. قول لي يا انكل عادل، عمو عادل، حاج عادل، لكن عادل ايه ده؟ تا 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 تا. يلا حبيبي روح العب مع اصحابك. اجري. انا فنطاس. فنطاس؟ ايوه. طب اديني اماره ان انت فنطاس. باماره البق اللي انا شربته من الازازه الحمراء، وهو اللي عمل فيا كده. ايه ده شكلك اتغير. تعالى اقعد قوم يا ده رمزي. ايه ده؟
ايه ده؟ بس 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 ما تلعبش فونتاس هينقط عليك بس. شفت بقى؟ علشان ما كنتش مصدقني. يلا بقى انجز في البيعه. هي بس انت قعدت 3 سنين تحفر على ما لقيت انت الحكايه دي، فسيبني بس ابيعها لك على رواق. ها ماشي موافق، بس انا بقى ايه هستأذن علشان عندي ميعاد في النايت كلاب مع مع مين؟ مع بوزتين. تشاو يا شباب، باي باي. تشاو تشاو. شفتوه عامل ازاي؟ ده بقى شاب خالص. ده كله دولة من بق واحد بس. دولة يعني انا لو شربت بقى بق من الازازة دي هبقى شاب؟ لا انت ما تبقاش شاب، انت تبقى شاب 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 شاب. طب لو شربت الازازة كلها بقى تبقى جزمة؟ يالا لو قربت من الازازة دي هقطع رقبتك. ليه دولة؟ الازازة دي جايه لي انا، اشرب منها بق واروح لفنطاس.